النهارده في نموذج مصري مشرف جدا من النماذج دي، وهو الحاجة نصرة من المنوفية، ويمكن يعني لها من اسمها نصيب. هي بتنصر القضية الفلسطينية بطريقتها. الحاجة نصرة اتبرعت لبيت الزكاة التابع لمؤسسة الأزهر الشريف ب 400 جرام من مصوغاتها الذهبية عشان تروح قيمتها لصالح أهالي غزة. 400 جرام. حاجة نصرة مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا استاذ يوسف. يعني بقول ان من اسمك ليكي نصيب زي ما بيقولوا يا حاجه نصرة. يعني الله يبارك فيك يا استاذ يوسف، الله يخليك. كلمينا كده عن الموضوع ده، جه معاك ازاي؟ يعني بدات 400 جرام ذهب، احنا بنتكلم في حوالي نص كيلو ذهب. الله يخليك يا استاذ يوسف. والله انا من ساعه ما شفت القصه على اهلنا في غزه، يعني من 7 اكتوبر وانا متابعه الاخبار، وما فيش الا البكاء والدعاء. نعم. فانا ما بقتش عارفه يعني اعمل ايه، بس يعني فانا قلت اعمل ايه، بس يعني ما صدقت بقى الله يبارك في عمره شيخ الازهر لقيته عامل مبادره للتبرعات. فما كدبتش يعني كده، ورحت صحيت الصبح رحت طالعه جايبه علبه الذهب وطالعه بقى على مشيخة الازهر. خدت علبه الذهب وطلعت على مشيخة الازهر. طلعت يعني وقابلوني الموظفين في المشيخة كلهم والله ولاد حلال وكده، بس انا يعني قلت لهم انا عندي يعني عندي نفسي كده يعني اديها للشيخ الازهر في ايده يعني. فقالوا لا لا لا، ده مش ممكن، ده بيبقى مسافر، ده بيبقى مش هنا. مشريك الحاجه توصل لاصحابها. ايوه. قلت لهم لا، انا يعني امنيتي يعني اديها له في ايده. لما دخلنا على مكتب حضره اللواء كده يعني في المشيخه، هو ده بصراحة اللي قال لي ماشي، بس في تصوير مع الشيخ وكده. قلت له انا مش عايزة تصوير ولا عايزة أي حاجة. الله يبارك فيك. بس عايزة يعني أقابل حضرتك يعني. وقابلتيه؟ دخلنا وقابلنا الوزيرة سحر نصر اللي هي كانت وزيرة التخطيط يعني قبل ما تشتغل في المشيخ. فخدتنا وطلعنا عند شيخ الأزهر. اديتها لحضرته يعني قدامه على المكتب وكده. بس وحتى وهي واقفه اللي هي الوزيره سحر النصر يعني ديت بتقول له حضرتك انت كنت انت جاي الصبح مشيخه، بتقول انا ايه طول الليل احلى من بوزع ذهب، فحلم حضرتك اتحقق اهو. والله والله حصل ده كده. فهو رد قال والله انا طول الليل احلى من بوزع ذهب، بس انا لا شفت الذهب ولا مسيخته في ايدي، بس انا طول الليل بالليل فعلا كنت بحلم ان انا بوزع ذهب. بس والحلم اتحقق على يعني الحلم اتحقق على ايديك يعني. هو حلم اتحقق يعني، هو حلم بنوزع ده، وسبحان الله الحلم اتكسر الصبح على ايه؟ على الدهب قدام مكتبه يعني. يا سبحان الله. بس يعني خليني اقف معاك شويه يا حاجه نصرة في مساله ان انت يعني بتفكري من اول الاحداث ما حصلت انك تساعد الناس دول ازاي؟ اهالينا في غزه. والله بس وخلينا خلينا نقول يعني ان 400 جرام ذهب ده مبلغ مش قليل. تمام؟ يعني هو مش مصرف فيهم والله، لو عندي 1000 جرام لحضرتك يعني. هو ده كل يعني هو ده كل اللي عندك؟ هو ده كل اللي عندي والله. ما عادش معايا الا الحلقه. ربنا يبارك لك فيه. يعني. طب يعني في الحالات اللي زي دي برضو يعني الذهب بالذات عند الست غالي قوي يعني. اولادك جيرانك قلت لهم قبل ما تروحي ولا انت فاجئت الجميع؟ لا والله انا يعني من قبل ما اشوف التبرعات ديت بقول للحاجه ايه انا ايه لو الاقي بيه بتبرع بيه، لان انا في غزه الذهب ده هتبرع بيه. فقال لي ماشي استني لو لقيت حاجه حاجتك وانت حره فيها. الله يبارك له. اما الاولاد بقى يعني ما بصراحه ما شرتهمش، هم اولادي هيحكموا عليا. فساعه ما لقيت التبرعات وكده رحت رايحه على طول، ما اتاخرتش يعني لما لقيت شيخ الازهر عامل بدره بالتبرعات. والله يا حاجة نصر أنا مش عارف أقول لك إيه أكتر من إن هو ربنا يبارك لك في نيتك وفي عملك اللي أنت عملتيه، ويبارك في زوجك الراجل المحترم. يعني 400 جرام احنا بنتكلم في حوالي مليون جنيه يعني. ربنا يتقبل. يا أستاذ يوسف لو 10 لو أحكم على أي حاجة تاني غير كده لو أديها له. ما هو ده اللي احنا يعني ولا يجيش قصاد اللي أنت بتشوفه قدامك على الشاشة يعني بصراحة. بالظبط ده حقيقي. ربنا يتقبل يعني ويجعله في ميزان حسناتك ويكتر من امثالك يا حاجه نصرة. والله الله ويجعل دايما كده تنصري الناس على الحق ويبارك في صحتك وفي عمرك. الله يبارك لك يا استاذ. انا بشكرك جدا لوجودك معانا على الهواء حاجه نصرة، شرفتينا ونورتينا وفتحت لنا طاقه امل كده للناس ان اللي في ايده اي حاجه يعني ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه.
يعني حتى لو انت محتاج وتؤسر غيرك على نفسك، ده قمة الفضل منك لي، واللي ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عليه كل خير إن شاء الله.